هو عملية اختيار مدرب الحقيقة لفريق بيحقق بطولات أو منتظر منه تحقيق بطولة عملية صعبة جدا، ومهمة المدرب نفسه أكثر صعوبة، لأن المركز الثاني بالنسبة له فشل وهو بالنسبة للآخرين قمة النجاح. ف يعني محدش بيصبر على مدربين فرق البطولة. مسألة اختيار المدرب بالسي في والإنجازات والكلام ده بالنسبة اللي بيصيروا قبل كده بالنسبة لجريده، الحقيقة السي في مش قوي، لا يساوي النادي الأهلي. بعد كده الممارسة، احنا عندنا ممارسات سابقة لبيسيرو في المنطقة مع منتخبات او مع اندية في السعودية وفي الامارات ولم يوفق. لكن مش معنى كده انه يعني ما جوزيه مانويل جوزيه اللي هو يعني حلم جماهير النادي الاهلي دلوقتي فشل بعد ما ساب النادي الاهلي في ايران وكان بيتزايد الجدول، وبعد كده في السعودية فشل وما لقاش شغل. لكن المرة دي بيسيرو هو اللي مشي، ما اكتشفنا ان هو اللي مشي، مش احنا اللي مشيناه. ما هو بيسيرو يعني حس وخد بعض النصايح هنا، في ناس نصحوه ان انت اذا ما حققتش انتصار مقنع وتصدرت الجدول بشكل مقنع هتمشي. فهو خلال الشهر الاخير بيدور على شغل على طول، يعني هو على طول اتصالاته بيدور على شغل طول الشهر اللي فات، وهو يعني مطلوب، ما حدش قال انه مش مطلوب يعني.